سهام منتزه، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليك السلام. داير لاباس؟ الله يبارك فيك. السهام انا اول مره كنشد الخط، اول مره كنتصنت انا لهذا البرنامج. مرحبا بك. مرحبا بك السهام. بارك الله فيك، ربي يخليك. مرحبا. المهم انا عندي شلون يقول، انت باغي تبوحي لنا، باغي تفتحي لنا قلبك. باغا. سهام شحال عمرك لو سمحتي؟ انا بنت انا بنت 83. انت دابا تقريبا كيقارب العمر ديالك واحد 33 عام تقريبا هكاك. بحال هكاك. ومجوجه. ايه. عندي بنيته عندها زايده لي في 2003. شحال دابا تزوجتي يا لاله؟ في 2003 انا تزوجت، مجوجه في 2003 في شهر 3، 15 شهر 3 2003. ايوه. وبنتي ولدتها في 2003 في شهر 12، 30 في شهر 12. ايوه. وانا الزوج ديالي ملي تزوجت ولدت ذاك البنيه ايه. اها. ياك. المهم بقى معايا عامين، كان خدام غير في شركه الخياطه. بقى معايا عامين. مشى حرق في اسبانيا. كيفاش، اسمحي لي انا بغيت نسولك سهام، كيفاش جا في طريقك الزواج يعني في حياتك؟ كيفاش عرفتي هذا السيد يعني وحتى تزوجتي به؟ عاودي لي. انا كنت كنقرا في اعدادي، اولى اعدادي. اييه. انا دخلت لذاك الشركه نخدم فيها. اها. تعرفت عليه لمده 3 سنين. اييه، هذه 3 سنين قبل الزواج ديالكم. وقبل الزواج يعني علاقة عادية. أيه أيه، واحد جوج الناس كيخدموا في بلاصة وحدة تتبادلوا المشاعر العواطف ديالهم واحد الوقت وما تجوجوا حتى تدازي 3 سنين عادي. صافي دوزنا 3 سنين، تزوجنا، صافي خرجت كنولد ذاك العام بآية. هي هذيك جلست معايا عامين، دارت لبنيتها عامين، مشى جاتو ذاك الفرصة ديال الخارج، مشى غير حارق. شكون اللي دخل له الفكره لراسو؟ واش ناقشها معاه قبل ما يديرها؟ واش حفزتيه انت؟ لا لا، هو مش حال هادي قبل ما يديرها، يعني عندي ذاك الفكره ديالي نمشي للخارج، ماشي زعما حتى وصافي. منين عرفني يعني حيد ذاك الفكره باش هادي يمشي حراق وداك الشيء. منين ولدنا البنيه ديالي بحال اللي ولا كعرفني عارف الظروف، يعني ما غاديش تكفي والبنت كتكبر وخصها بزاف المصاريف وراك عارف الظروف، يعني الخدمه في الشركه ماشي زعما شي مدخول كبير ولا شي حاجه. صافي هي هذيك اتفقنا، قال لي غادي نمشي. بقى اتصل مع واحد السيده عاوتاني، حتى هي كانت باغيه تمشي، كانت جارتنا هي هذيك. المهم توكل على الله، مشى في 2005. من بعد عامين الجواز ديالكم. واه البنت هذه عندها عامين. مشى في 2005 في رمضان، هي هذيك مشى وصل تما وبدا كيعطيني الامال، راه دغيا نجي هادي بدا الاحلام ديالنا كت يعني ولينا كنتناقشوا شنو نديروا شنو هادي، وغير صبري وهادي وهادي. هي هادي كنت انا جالسه عايشين غير في الدار ديال خوه، ما كانتش عندنا يعني شي دار ولا كارين ولا يعني كاري، جالسين في الدار خوه بلا كرا بلا حتى شي حاجه. اييه. هي هادي كان خوه معاون معاكم. واه يعني عطانا سكنا فين ساكنين، هو كان في الصحراء خوه. بقى قال لي غادي تمشي تجلسي عند اختي خوري. بقى قلت له انا صافي. قال لي يعني هما ميسرين والاخر ما غاديش يعني واخا ما نصيفطلكش ولا شي حاجه ما غاديش يعني يقولوا شي حاجه ما يهضروش. داكشي اللي مشيت درت جلست عند اختو، يعني هما موتين شويه يعني متحفظين بزاف، ما كتجلسيش ما تهضريش في خاطرك ما حتى شي حاجه، يعني بحال نقول لك بحال اللي معقدين بحال. نعم. بحال هكا يعني ما جبرتش راحتي اصلا عندهم. اييه. صافي انا كنردها غير على البكا ملي كيوصل الليل، في النهار راني مزيانه، ملي كيوصل الليل كنبقى نبكي 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 حتى كيصبح الحال. بنت صغيره كنرد الحر، ملي كتبقى كتغوت كتنوض حتى هي كتبكي، كتنوض تغوت كنرد الحر فيها بحال باقا صغيره، كنبقى غير هي هكا غير مع راسي كنغوت ونزعف. ياك بقينا هكاك. عاوتاني قلت له ما مرتاحاش عند اختك، عاوتاني مشيت عند واحد اختو توازم، عاوتاني هي عندها الوليد صغير وجات بنتي صغير، عاوتاني ملي كيبقى داك الغوات الغوات. انا ما سخيت بحال اللي ما سخيتش انا يمشي ويخليني، فهمت؟ ايه. يعني حتى مشى محتاجه لراجل، وانا حتى مشى وبعد عليا عاد وليت عاد تراجعت مع نفسي، عاد قلت علاش خليته مشى، علاش هادي علاش هادي. ومنين انا كيزيدوا يعصبوك كيجلس واحد خوك كيقول لك، انا كنقول له خليني نمشي نجلس في دارنا، يعني بكيت صبرت ما صبرت
يعني دارنا عاد يتحملوني ما عاد يقولوا لا لا ما كصبرش لا تشي حال يعني عادين بكي عايبقوا يشوفوا يشوفوا تيسكتوا صافي ما يوصلوها لوش يعني ما يقولوا له لا راه كتبكي لا ما صبرش لا تشي حاجة كنكون فيها إشكال تاني أيوة لا شوية ماشي بحال عاوتاني كيكون الدار ديال اختو هي هذيك بقينا هكاك المهم نعاود لك انا الموضوع من الاول اي اختو فيها باش يفهم شنو قال المشاهدين باش يعطيونا عاوتاني شي حل هي هذيك المهم بقيت هكاك عاوتاني من دار اختو لدار خاه الشمس دار خاه عاوتاني فكر باش عاد يرهلي في مكناس نعم منين بغا يرهلي في مكناس نقز واحد خاه قال له لاش مرة في مكناس ولا شاطر قال تما خليها ترهن عندي لا فلوس باش غادي ترهن لا نصلح بها الدار وهي ساكنه داك الشيء اللي درنا اييه شد هو داك الفلوس ما كاتبنا ما شي حاجه شد داك الفلوس صلح بها الدار كيما قال سكنت وسكن معايا واحد لوسي هذاك منين تجوج هو معايا يعني هو في الفوقي ولا قسم ما كناكلو على الطبله وكيطلع بحالات الفوقي نعس وهاد لوسك ما مجوج لا ما مجوج وحتى هاد الوقت اللي سكننا عنده في الدار هو ما مجوج يعني انا منين تزوجت دخلت على ثلاثه ديال الوايس ما مجوجين انا اللي بوحدي هو انا وراجلي يعني منين تزوجت به بدا كيتزوج بواحد قولي انت بوحدك قال انت وراجلك راجلك راه حارق لا قبل ما يمشي يعني كنت معاهم يعني كاملين مني حرق راجلي صفتني عند اختو ما خلانيش تما بوحدي اييه فهمت اييه ولاني منين بغا يرهن لي في مكناس عاد نقز خاه قال له لا ترهن لا في مكناس خليها هنايا داك الفلوس باش ترهن انا نصلحو بهم الدار وحنا في الوقت راسي الدار وحنا ساكنين داكشي اللي بقى صافي مشينا هكاك بقينا ساقرين اللي قسمنا كناكلوه درت مدرسه ديال الحلاقه والاستيتيك خدمت ما واخا ديت الدبلوم داكشي ما خرجتش نخدم بيها يعني غير درتها انا عوض باش نمشي للخارج نخدم بها هادشي اللي درتها زعما ديال الفكره قلتي زعما ملي تسولوا واحد ديال الفكره باش نمشي هي هذيك جلس اربع سنين ما جا فاش قفل اربع سنين عاد طلع الوراق وجا درنا صداقه يعني الامور فرحت قلت الامور يعني ولا يمي دازت عليا العاده قلتي زعما هاد الربع سنين اللي صبرت قلتي زعما هاد الربع سنين اللي صبرت هي بعد النتيجه بعد الراجل راه تسوت يعني قلت صافي فرحت جلست معنا اربع شهور عاوتاني مشى ولا كيجي ويمشي يجي ويمشي ما بحال اللي ما صبرش بزاف كيدير غير ثلاث شهور ولا شهرين كيجي عندي طلع الورق ديال العمايم سالوا له بعد ذاك العام ولا طلع الورق الثاني عطاوهم له منين ولا عاوتاني بغى يدفع الورق ديال العماين عطاوهم له والعماين الثانية رفضوا له عاوتاني دابا خمس سنين ما جا لحد الآن هي هذيك رهان تخرجت من بعد سالينا ثلاث سنين وحنا ساكنين عنده هو بغى يدخل بحالته من السمارة قال له دبر على راسك خرجنا رهنا في واحد البلاصة تازال فوق كيقولوا لا تازال عليا هي هذيك سكنت تما صافي كنت مزيانة يعني عايشة هانية مرتاحة ما عندي حتى شي مشاكل كيجيو عندي خوتو ضيافة يعني كنرحب بيهم ويعني أنا بلا ما نشكر الكراسي زعما ما كنفرح في الوجه الإنسان واخا ما يكونش عندي نخرج نتسلف ونتكلف ونجيب ونوجد لهم كل المهم كنقوم بالدور ديالي بالنسبة للضياف ما عندي حتى شي مشكل من داك الناحية وكنفرح منين كيجي ولا ما جاوش عندي ما كنكونش مزيانة خصني يدخلوا عندي ويخرجوا المهم بقينا هكاك عاود سالات لي الرهينة في الدار الأولى ديال العامين وخا هكاك كيهضروا يعني أنا كتبت الرهينة بسميتي وداك الشيء ينقضوا ينقضوا يهضروا يقول لك إيوا علاش كتبت الدار بسميتها غدا ولا بعد غدا تبقى شي مشاكل ولا شي حاجة تزيد بهاد الفلوس انا فلوس ما عنديش انا تعود لي داك البعد ديال راجلي عليا ولا عندي شي حاجه ما ولين نصبر اللي صبرت يعني ما كاينه داك ربع سنين داز ما كاينه لا خيانه لا حتى شي واحد دخل في حياتي المهم ما نقولكش يعني الصبر اللي عطاني ربي انا فرحانه غير بداري وبنتي وزعما كان راجلي يعني ماشي نقول لك زعما على امل ان راجلك يكون معاه واه يرجع هادشي اللي باغيت انا ديتو عن الحب ماشي زعما غير زوجتو على طرف العائله ولا ما كاينش هادشي كاع هي هذيك بقينا هكاك سالات لي الرهينات ديال الفوق كنت انا في واحد الدار في السفلي واحد المراه سكنت في الفوقي انا خدي شويه النفس ديالي مرحبا اختي سيم خدي الوقت ديالك كامل ماشي غير النفس ديالك خدي الوقت ديالك كامل تفضلي الناس كنت في الدار تزال فوق كان داك العام هذيك فاش غادي يمشي ما غادي يرجع انا واحد البوليسي شنو نقول لك
ما نعرف واش كيسمعوا لا الله اعلم. الجيران ديالي بيني وبينهم صقار، بنتها مجوجة بواحد البوليسي. يا هذيك راجلي بحال مشى هذا النهار لغدا، هو لغدا بدا كيرمي الهضره، كتجي كيجبر بنتي كتلعب حدا الباب مع الدروج هباطين، والباب ديال السفلي مشروك مشروك يعني الباب ديال الدخله مشروكه كما قلت، غير الباب السفلي اللي مشي يدب حديده. كيرمي لها الهضره، وانتم ناس مزيانين الله يعمرها سلعه وما نسخاوش بيكم وهادي وهادي، وانا كنسمع من الكوزينه. صافي سمعتو كيقول بحال هادشي، عرفتو يعني علاش ناوي وشنو باغي. عيطت البنت دخلتها بقى هكاك هكاك، حتى لواحد النهار جبرتو اتصل بيا. اتصل بيك كاع؟ واه اتصل بيا. كيفاش تعرف المعلومات ديال التليفون؟ المرأة أنا عطيتها لمراتو. المرأة عند مرتو. معاه يلا تعرفنا يعني عادي. هي زعما قلتي ديري جيران جداد وداك الشيء. صاحبتي نديرها صاحبتي. أيوه. خدات نمرتي وأنا خديت نمرتها. أيوه. كان حتى مشى ومع كيجيو كل العطلة عند نسيتو. هي هذاك الساج عيط لي قال لي اكتب ميساج ماشي عيط، قال لي انا راجل فلانه راكم دخلتوا لي خاطري وهادي وهادي، ولاني بلا ما تقولي فلانه بلي راني عيط لك ولا صيفط لك ميساج، واه راني صيفط لك ميساج. انا جبرت داك الميساج بحال هكاك وكنت جالسه معاه نسيتو في الفوقي. جبرت بحال هكاك هبطت كنجري عند اختي، قلت لها شوفي فلانه شنو شنو. صافي درت داك الساعه الروشارج، قلت زعما شنو المهنية ديال هذا الميساج هذا؟ قال لي واه دخلتوا لي في خاطري وانت مراه مزيانه والله يعمرها سلعه، قلت له مزيانه الراس ولا كنت قبيحه الراسي وزايد انا مزوجه. قال لي عارفك، قلت له راك تلاقيت مع راجلي. قال لي قلت له شنو باغي مور هذا الشيء؟ قال لي واه ما تاخذهاش مني، قلت صواب وغير صدق، قلت له ما كان لا صدقه لا شي حاجه. صافي داك لاكارت هرستها عرفتني، ما كتبان له غير المراه ديال فيكس. يلا صار واحد النهار مع سميتي انا بحال واحد السميه ديال بنت عم مراته بنت عمها. الو السلام عليكم سيهان، شكون معايا؟ غير عيط عرفت صوته. قلت له شكون؟ قال لي فلان. قلت له قال لي انا صحابي سيهان بنت فلان. قلت له لا انا سيهان مرا الجاره ديال ذاك المراه هذيك. لا ما نقولش يعني هي لا ماشي مهم، لا ماشي مهم. يا ديك قلت له انا هشكون هشكون، سمحي لي انا غلطت في المراه وهذه وهذه. قلت له ما كاين حتى شي مشكل، بغا يزيد معايا في الهضره. قلت له راني مشغوله سمحي لي. بقات هكاك ولا كيجي كيبقى يرمي في الهضره وهذه وهذه. صافي خرجنا من ديك السكنه، سكنت في واحد السكنه اخرى عاوتاني. صافي انا العلاقه ديالي مع نسابو يعني مزيانه، فهمت بحال اللي شايفيني داخله سوق راسي ومراه معقوله يعني، حتى واحد براني ممكن يدخل لداري غير خوتي، مع اصلا واحد خويا يعني سكن معايا. ملي سكنت في الدار الثانيه بعدنا بيناتنا غير واحد الطريق وواحد القهوه، يعني نمشيو هكا غير عادي عاديه وتوصلي للدار، ولا هما عاوتاني ما كيخويوش من عندي. فبقات الصله ديالنا ما بين نسابهم، نعرض لهم يعرضوا لي، وبقات العلاقه بحال هكا. قالي مني عرفني مزيان بعد، قال لي سمحي لي وانا ما كنتش عارفك هكا وهادي وهادي. قال لي شي عشرة العيالات بحالك يعني فهاد الدنيا راه تولي احسن بلاد في العالم. قلت له ساعات ولا الانسان كامل ما راه ما كان ماشي بحال واخا العيالات كيوقعوا في هاد الظروف بحال هكا، ولا اني كاين اللي كتصبر كاين اللي ما كتصبرش. قولي لي عندنا شي رجال ما يكونوش بحالك راه غنولي مزيان حتى حنايا. ايوا دابا المهم انا هاد الهضره ما راك عارف هادشي اللي كاين. ايوا ايوا صافي بقينا هكاك، وانا نسكن في هاد الدار هادي الثانيه، نسكن في هاد الدار عارفين دارنا كاع كيخويو عليا واحد الوسيم مجوج هذاك اللي كنا ساكنين عنده، كيجي غير بوحديته فين ما يجي نقول له حميد جيب وافاء معاك واجا مرحبا بكم. كيقول لي واه خليها راه ما كتبغيش تجي راه هادي راه هادي. كيقول لي لا وحشو ما جيبها غير تجلس معنا شي عشيات القهوه وهادي. هو مره يجي في 12، مره يجي يعني في الصباح، مره يجي في العشيه يتقهوى، وانا بحال الحمقى بحال بوهاية غير كنضحك غير حله في امي. يجي ويتهاودا يشبع مهاودا ياكل ويشرب ويمشي، يشبع مهاودا وياكل ويمشي دائما دائما عمو. ويبقى كنقول له جيب مراتك ديالك وجيب مراتك واجي.
كيقول لي لا راه ما كتبغيش. انا منين كنهبط عندهم كنقول له انا كي ما كتبغيش جي حشومه اجي جلسي معنا وهادي وهادي، كتقول لي هو ما كيبغيش يطلعني. يلا تبقينا على هاد الهضرة. وانا فاش كنت ملي خرجت من عندهم الدار بحال اللي خرجت ما عندي حتى شي حاجه، يلا شي حويجه تيقلالي بحال هكا. منين سكنت داك الدار بحال في ظرف شهرين ولا ثلاث شهور بحال اللي شريت الفراش كامل، درت الصاله، درت صالون صغير، عمرت الكوزينه، راجلي كيصيفط من تما. يعني في ظرف شهرين منين جاو تبهطوا في الدار ولات بحال هكا. الحمد لله انا يعني ربي ما مخيبنيش، ولا يعني بنادم غير هو اللي بغى بنادم يبعد عليا. هادشي اللي كان بقينا هكاك. فواحد النهار في عيد مولد النبوي مشيت انا مع كنا واحد الباص كيقول له دور عياد دور عياد دابا رجعي النهضه. كنا ساكنين تما ملي كنت صغيره. جيت انا منين تجوزت ما مشينا لذاك البلاصه. قلت لبنتي عرفتي شنو؟ قلت لها يلا غادي نديك واحد البلاصه. قالت لي قلت لها غير زيدي. مشينا تمايا. شكون اللي ساكنه تما؟ ساكنه مرات نسيبو مع نسيبو جوج العيالات، ساكنه غير مرات نسيبو نسيب لوسي. مشيت عندها بقينا جالسين جالسين، هي تعاود قالت لي شنو؟ قالت لي كوافه كتغير منك وعلاش ما كتبغيش مرات فوق. قالت لك بلي مرات فوق تتغير مرات. لا مرات شحال مرات لوسك مرات لوسك مرات لوسك مع هذيك ربيبته. ها علاش ما كتجيش؟ علاش ما علاش قالت فين ما كتهبطي عندهم راه كيوقع عندهم صداع. علاش؟ قال لك انت كتجي لابسه كتجي مقاده كتجي هذه كتقول له علاش مرات خاك ها هي راجلها بعيد عليها ويعني ملاغ ما كاري هي كيراهنين ما عندهم دار ما عندهم حتى حاجه وهم هي في حالتها. ديما قال لك الدباب فين ما نمشي انا عندهم قال لك ينوضوا مورايا الدباب. هي هذيك بقينا هكاك. قالت لي راه مراته قالت بان راه طايح فيك بحال هكا. ملي سمعت قالت لي العار انت تقوليها. قلت لها صافي. طلعت انا ما بغاتش تبرد لي ما بغاتش. كنقول انا علاش شنو درت انا فيه؟ كيجي بلا خبر مرتو كيجي. هذه واحد المره كنا خارجين للعروبيه قال لي هبطي وانا بوعي عليا ما فاهمه حتى شي حاجه. كنت هي عارفه شي حاجه ولا وانا عتاس قلت الهضره لهاد الهضره هذه عاد لي بزاف بشوايج. هي هذاك قالت لي شنو شنو. المهم الهضره العيالات راك بلا ما نطول انا نقول لك غير المهم راك طايح فيها وشنو شنو شنو. هي هذيك ما صبرتش قلت لراشيده راشيده انا راجلي. قلت له انا ها فين مشيت وها فين مع راجلي. قال لي صافي داك المنطقه صافي رحلت ما بقيتش نمشي تما. انا داك النهار مشيت وما كنت غادي نقولها له الصراحه كنت غنخبي عليه. منين سقت بحال هاد الهضره قلت له قلت له راشد ما تزعف عليا ما حتى شي حاجه ها فين مشيت وها فين. قال لي صافي بحال اللي فهمني يعني بغيت نوري لبنتي فين كنت عايشه وفين هادي وفين كبرت. قال لي ما كاين حتى مشكل. قلت له ولاني ها المشكل فين كاين؟ ها مرات خاك ها شنو قالت وها شنو قالت وها شنو قالت؟ قالت بان اخوك حامد راه ها شنو ها شنو. هي هذيك. قال لي دابا شنو؟ هضر مع اخاه. قال له حامد واش هاد الهضره كاينه؟ قال له اه كاينه وليني الساعه. قال له انت شنو درت؟ قال له والساعات ولا مع من غادي نهضر؟ يعني مراته يعني ما عندها عقل ولا ما نعرف. قال له وليني هاد الهضره راه ما خصهاش تقال يعني حشومه يعني انا درت السيده ما دارت فيكم حتى شي حاجه ودارت فيكم غير الخير ويعني كنت كنعرف دابا 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 هاد دابا دابا هاد اشنو هي الفكره دابا اللي قال راجلك لخوه؟ قال له زعما حشوم. قال له واش هاد الهضره كاينه يعني مرتك قالتها؟ قال له اه قالتها. قال له انت شنو قلت؟ قال له انا الساعات ولا مجبور ما عرفتش شنو ندير معاها. يعني مرتو داكشي كتخايلو غير راسها يعني لاش كتطلع عند مرات خاك ولاش هادي ولاش هادي وكتسول وكدير وكتفعل فهمت؟ يعني هو كيركب علينا ولا راجلي كيصيفط له شي مره شي حوايج ولا بحال كيجي يديهم. وهو شنو غادي نقول لك؟ يعني الفكره ديالو في شكل مراته لا ما يتعاود مع حد ما دار شي حاجه ولكن حنا كيجي يتعاود معنا يعني بحال اللي تولفت انا اصلا ملي دخلت عندهم بحال اللي دخلت بحال اللي رجعت بحال اختهم بحال هكا. يعني يتناقشوا معايا يدخلوا معايا الكوزينه يطيبوا معايا اي حاجه. هذه هي العيشه ديالنا حنا كنا يعني كاملين. فقبل ما يمشي راجلي كنا بحال هكا.
لقينا هكاك منين كيهضر معاه راجلي قال له واش نقول لك، قال له بعدك داك المرة اللي عندك راه ما تسوى مصلح وراك اللي كتثق فيها. انا من هذا الشيء كامل انا هذا الموضوع مرض من شهر 12 وانا مريضه بهذا الشيء. نعم. يعني قال له شي حوايج قال له بنتك الا بقات هنايا راه مع هذا الشيء، قالوا له حتى قلت له انا علاش درت هذا الشيء انت ومراتك، فهمت؟ قلت له منين مراتك كدابز معاك وكتقول لك علاش كتطلع لعندي علاش كتجي عندي؟ قلت له ما تجيش لعندي. قلت له مين كنقول لك اجي انت ومراتك؟ ذاك الساعه قول لي اسيهام هاشنو 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 راه الساعات لا ما راه كتغير راه هذه ما كتبغيش تجي ما كتبغيش بزاف الحوايج. ولاني انا باش انا ما بغاتش تدخل لمخي عارف هو هذا الشيء، ولاني باقي الحد كيجي لعندي علاش كيجي شنو كان باغي مني بالضبط. ما كنتش انا عارفه هذا الشيء اللي باغي نعرف. هي هذيك شنو قال له؟ قال له قال له حقا راه قالوا لي راه غير رجال وهي، وانا نمشيو لتازا من تازا العليا حتى تازا السفلى يسولوا عليا بواحد بواحد حانت بحانت، مع انا اللي كنت قضى انا اللي كرهن كنمشي عند السماصريه نهضر معاهم يديونا الديور نشوف الديور، يعني مسؤوليه كامله مني فقد يا المدرسه انتقال ديال البنت اللي كانت مني انا العيد مني، يعني اي حاجه انا اللي كنقابل كل شيء الراجل ما تعلمش. ولاني تفشي عندهم باش هما حتى كان هو راجل يوقف معايا يقول لي لا مرات خاي جلسي في الدار حنا نتكلفوا بهذا الشيء. هو لا هو هما لا ما عندهمش هذا الشيء، يجيو ياكلوا فيك ويشربوا فيك وكل شيء ويهضروا الهضره ويقولوا الهضره. انا في المواقف الصعيبه ما يكونوش حداك، يعني في المواقف اللي تطلب الرجله ما يكونوش حداك. هذا الشيء اللي بغيت نعرف علاش مشى يقول له هذا الشيء. قال له بنتك البنيته عاد عندها يعني في 2003 دابا 12 عام ونص. قال له راه شفرت المنظمه للقهوه وهذه راه ما تدخلش للعقل نهائيا. اصلا شنو القهوه ما بيني وبين دارنا كاينه قهوه، البنت كتمشي كتنقز راك عارف بنتها الصغار كيمشيو كينقزوا كتمشي عند دارنا لدار جداتها. اييه وثاني شتات بنيتها كتشفر القهوه، علاش ما تجرش ذاك بنت خاك اللي كتعرفها بنت خاك بنت خاك جرها قول لها لا بنتي عماره وبها التالي باغي المناضة ونشري انا البنت خايج جوج يطرد المناضة نعطيها تشرب 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 حتى تخرج لها على ودنيها. علاش انا نقول انا بنتك راه شفرات المناضة من القهوة ورا لا بقات هنايا البنت راه غادي تفلس، مالي انا مخليها مع بنت الزنقة. بالعكس انا بنتي مربية احسن تربية وكل شيء كيشهد بيا الا كانوا الناس ديال تازة كيسمعوني. ولاني ساعات ولا ما عندي ما عندي. هي هذيك ملي قال له الهضره انا راجلي يعني تايق فيا ما نطيقوش، ولاني انا ملي سمعت ديك الهضره تتألمك انت تضرك لانه كل شيء دابا اتهامات عليك. انا ما دايراش هذا الشيء نهائيا. انت دابا المشكله اختي سهام دابا انت الفكره اللي وصلوا لراجلك بانك انت كتهاودي مع الرجال بزاف مع انك انت تدخل معاهم زياده على ان بنتك ما مربياش لانه تتسرق ولا يعني كاع دايرين في كاع الحوايج الخايبين دايرينهم فيك. وشكون اللي دايرهم غير خو بحديثو هما الناس كلشي محترمني. كنلبس عادي جلبس عادي محتار من الزيت ديالي كنخرج حتى لبست العصري عاوتاني عصري محتار، ماشي اني انا كنخرج متبرجه قدام عباد الله باش يشوفوا فيا ولا باش هادي. يعني انا شنقول لك يعني اصلا انا مع طويله وشويه عامره يعني النظر ملتفت ليلي واخا كيما ما درت واخا ما ديري حتى حاجه تخرجي غير بالزيت عادي والمونطا فوق الكيطمه ولا فوق البيجامه يشوفوا فيك. نعم يعني هاد النظره عادي انا واش نحيد البنادم عيني هما هادوك، ولاني انا لا قلبي عاوتاني مزيان يعني انا كنبغي راجلي ومحترمه حتى يجي وكنتسناه وهادي وهادي. لا هي هاديك بقينا تسالات لي رهينا في شهر 10 قال لي واحد الحل بقى هكاك راجلي ما تيقوش هبطنا عنده دابزنا انا وما هبطت انا وما عنده دابزنا معاه داكشي صافي دابا قطع عليه الهضره ما كنهضرش هذه من شهر 12 اللي داز. هي هذيك سالت لي الرهينه في ديك الدار ديال تازه
جيت لمكناس عام ثاني باش نشري هنايا، شريت في مكناس. قلتي زعما باش ما باقيش تبدي تكوني باش تكوني مستقره، ما تبقاي شيء. رهن هنا عام، رهن هنا عام، رهن هنا عام، لا عامين لا هادي، كل مره هز الحوايج عيس هادي. اصلا يعني خصك تمشي عند السمسار القهوه، خصك تسول، خصك هادي. قال لي صافي عادي تشري الدويره ديالك وتهنى. قلت له صافي. جيت لويسلان، مكناس كاين في واحد الجهه ويسلان. لا كنعرف كنعرف. واه هي هذيك. جيت قلبت على السكنه من شهر 8 وانا كنقلب حتى قربوا الدراري يدخلوا للمدرسه، عاد رجعت للتازه. رجعت دخلت بعدا البنت للمدرسه باش ما تضيعلاش القرايه. دابا على بنتي اولى اعدادي خليتها في دارنا مع المدرسه حدا دارنا. بنت كتكون عندها شي 12 عام ونص دابا تقريبا. 12 عام ونص ومع زادت لي مع راس العام. هي هذاك شريت، جبرت واحد السكنه ما مصلوحه ما حتى حاجه، ما فيها لا مالادو، الاصلاح بقى غير تيويا في القواز هكا، جبرتها شويه بواحد الثمن شويه طايح. قلت صافي غادي نشريها والاصلاح نديرو على الذوق ديالي، وانا نبقى في دارنا مره نجي لهنا نركب عليها ومره نمشي. دابا المشكله قلت الحوايج ما عنديش فين نديرهم، بقيت عاوتاني كنفكر مع مخي واش نزيد انا ذاك الكرا، نزيد فراسي الكرا، نزيد هادي مع الصوت ولا كيمشي لي في ودني دابا ويجي. لا لا مزيانين 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 الناس مزيان. ايوا صافي. هي هاديك فكرت بان الحوايج ما عنديش فين نديرهم، وانا الحوايج كلشي عاد شاريه جديد جديد نقي، ما فهمتش انا فين نديرهم. متولة هي هاديك. فكرت قلت انا ندير بعدا تنكزليج غير ما يبقاليش داك الغبابر في السما باش تحط حوايجي. تحط حوايجي يبقاو لي شويه محترمين ومحافظين على الغبره. الدار باقي يعني باقا غير داك الوردي، باقا ما مصبوغه ما حتى شي حاجه. كان صايد الزليج، دخل صايد كله، دخلت حوايجي، بقيت عاوتاني كنمشي لتازه ونجي لمكناس، نمشي لتازه وكنت جالسه في دار لوزي. والمسافه يا اختي هذيك راه كاينه المسافه طبعا. لوستي هي ساكنة حدايا، ملي كنت كنصلى كنت كنمشي نجلس في دار لوستي. عاوتاني في دار لوستي يعني سمعنا داك التقنقينة، راه حامدة علاش دازت هي وياها علاش علاش. جا واحد ولد لوستي هو ومرتو سكنوا في دارهم، وأنا راني تما، وداك مرتو ولد لوستي عاوتاني مسكينة حروقة كاملة. ايوا عاوتاني ناضت، قالت لك علاش نتي تلبسي البيجامات، علاش جلستي كتفرجي وراجلي كاين في الدار، وعلاش هادي ناضت صداعات المشاكل ما بينك وبين لوستك. هادشي لا ماشي لوستي، مرات ولدها. مرات ولدها. واه خصك تغطي رجليك ما يبانوش، خصك ما تضحكي معاه ما حتى شي حاجه. مع انا اصلا يعني كنا كنتعاودو هكا في الواتساب ولا كيعاود هكا شي حاجه، غيرك عارف الهضره ديال الواتساب في الميساجات داك الفيديوهات يعني ديال الدين ولا شي حاجه بحال هكا وصافي. لا قال لك ما تهضري معاه ما حتى شي حاجه. وشنو بدات كتقول لمي، كان ملي كنت كنقلب على الرهينه كانت هو تما، وانا ضروري ملي كنت كنقلب يا ربي على الشرا يعني انا العقار ما عارفه فيه حتى شي حاجه، العقار خص ضروري يكون معايا واقف معايا شي راجل ولا شي حاجه. شي حد من المعارف. اصلا راني تحت، واه اصلا تحت انا في مشكل في الدار، واخا شريتها عيني ما عرفت فين كان، ولا كنت غير باغا نرتاح وصافي. هادشي اللي كان عندي. ما كنتيش خديتي فرصه فين تاخدي ما كانش عندك بزاف اختيارات. تزيرت واه كنت مزيره الرهينه قريبه السلالي البنت المدرسه. حلي داك الدار خديتها وندمت، دابا راني نادمه عليا. ودابا حاليا راه جينا في ديك العطله وراني دابا في مكناس. حيت كنت في دارنا ما عنديش نهضر انا يعني في هذا البرنامج. ساعات ولا صافي عاوتاني، ودخلت عاوتاني في مشكل خور مع لوستي. ماشي يعني الصراحه لوستي ما دارت لي حتى حاجه، مرت ولدها هي اللي نوضت لي هاد الشاش وهاد الروينه. قالت لك ها هي كخرجت كتخرجوا معاها، ها هي دخلت كتدخل، ها هي كتضحك معاها، ها هي هادي. يا ربي فين هادي الرد انا راسي، واش ما نهضرش، واش ما نضحكش، واش يعني عقدوني. كنت تلبس رجعوني درت الخمار، الخمار دابا راه كندير الخمار يعني رجعوني، ما بقيتش كنخرج من الدار ما كنخرج. العز دابا العطله كامله جيت ما طلعتش كاع العز، ما انا جالسه هنا لا ما لا ضو الجيران اللي عطيني الماء والضو جالسه هنا، وبنتي اللي هي كتقرا ما عارفه واش متبعه القرايه ديالها نيشان ولا لا، واخا في دارنا يعني واخا يعني ما تحاول لا عاودت تسول يعني القرايه ما عادش يعني ما عادش يردوا لها البال في القرايه.
واخا هذيك الدوره الاولى راه ما قصدت لي ما كانتش هكا النوبه الاولى يا هذيك وما عاد عليك زيد صبر اسيام زيد صبر زيد صبر والناس كاين مع راجلي نعم ماشي في العاود ثاني ولات كنقول له اجي انا ما بقيت ما باغيه لا خارج ما باغيه حتى شي حاجه شنو باغيه باغيه يجي ودابا 5 سنين 4 سنين النوبه الاولى ودابا 5 سنين هي 9 سنين انا الزواج ديالي ما شفت الراجل ديالي نعم واش هادي ما هذا ماشي ظلم كنقول له اجي ودخل في الكريديات دابا كنقول له اجي هذا العام ماشي سوقي اجي باش ماكان كيقول لك الكريدي خوه كيسال وهذا كيسال هذا كيسال قال لك خصني نخلص الكريديات وعادي كمل الدار يعني فوقاش غادي تكمل هاد الدار ما فيها لا مال لا اصلاح لا شي حاجه ايوا زيد واحد 5 سنين اخرى واش انا ما باغياش ما بقيت باغا حتى شي حاجه انا يجي غير هو يجي يبقى جالس حدايا بدا يرد عليا غير الهيبه وما يبقاش بدا صوت كيهضر بيا هادشي اللي باغا انا باغا غير الناس ماشي الناس ديالنا العائله باغيها تبهدل ليا انا ما عندي حتى شي مشكل مع الناس الناس كلشي كيحترمني كلشي عندهم عزيزه ما كاينش اللي ما يقولش فيا الهضره مزيانه ولكنني خا هو اللي سبب هاد المشاكل كامله هو خوه انا ما سامحهالوش نهائيا شنو بغى عندي داك السيد ما فهمتش واصلا شنو كان باغي مني هادشي اللي بغيت نعرف شنو كان باغي مني تاني جاي انا اصلا كنت بنتي كتقرا يعني كنوض الصباح الدار صافي مقاده شنو غادي ندير واش نخرج للزنقه هاد المره ما دارت لا خيانه ما دارت حتى شي حاجه واش باغيني نخرج من خونا راجلي باش هما يتهناو واش ما كيقتنعوش كيقول لك لا المراه راجلها في الخارج ولا المراه راجلها عسكري ولا هادي ولا ديما كتصبرش كاينه المراه اللي كتصبر قالها ما كايناش انا دابا اي واحد نوقفو عند حدو اللي قال لي المراه ما كتصبرش ولا شي حاجه انا نوقف عند حدو حق الصبر اللي صبره انا ما صبروش شي واحد ولاني ما خصش الانسان يبقى يهضر غير يهضر الا كان الايمان قوي وربي كي المهم انا ربي كيشوف شتي من هادشي كامل ربي كاي الحمد لله الحمد لله ما دخلت حرام لداري ما مشيت مع شي حد ما شاف فيا حد ما حتى شي حاجه هادوك الناس بعادي الا بغاو يشوفوا راه اي وحده كتخرج ولا كتمشي تسخر ولا العين كتمشي الساعات ولا خلاوني درت الخيمه كيبقاو كيديو داك الاثم ديال البنتيه ديال ولاني لا انا القوانين ديالك لا القوانين ديالهم انا نخليهم انا بينهم بين الله ولاني لا انا كيجرحوني انا ما باغاش الهضره تنقل من هنا مع العائله انا باغا كيما كنت يخليوني إذا درت فيهم شي حاجة قبيحة يقولوها ولأني باش يتهموا الإنسان بالشرف ديالو ولا بالسمعة ديالو هي اللي ما بغاتش أنا تفهم لي نسمع راجلي شحال مرة قتلو صافي ما باغيش تجي كل واحد يشد طريقه غير باش ما يبقاش يزيد عاوتاني يسمع بحال هاد الشيء أنا نتمنى نتفارق عليه وما نفسدش عليه نكذب عليك شتي الفاسد أنا هو اللي ما نبغيش وخا بنادم يبقى يهضر خصو ضروري يوقف هاد الهضره يهضر على عباد الله انت في هاد الحاله يعني حاسه براسك بالغبينه وفي نفس الوقت بالظلم يعني الظلم بزاف انا تظلمت بزاف الاحساس بالظلم